داخل المنتخب التونسي ما بين سيف الجزيري والاتهامات للمدرب ان في مجاملات وازمه سيف الجزيري زي ما قلت لك، وبرضه كان حسام الحاج قال لك ان كان في اختيارات سيئه تحديدا في مباراه استراليا اعتقد، فهل ده السبب الرئيسي في خروج تونس من الدور الاول؟ لا انا اظن يعني بص، موضوع تونس وفرنسا ده ليه كده شويه نقط النهارده بالتحديد. يعني زي ما انت قلت جزء من الموضوع، وده ما يقللش من حجم الفوز طبعا، بس قطعا يعني اسهل ان انت تكسب فرنسا وهي مش محتاجه المباراه، وعارفه ان تقريبا ما فيش سيناريو منطقي يخليها مش اول، فهم عارفين ان هم اول المجموعه. زي ما قلنا برضو ان هو طبعا رايح عدد كبير من اللعيبه، مثلا بنتكلم ان كامافينجا غير ايسر، ممكن يكون هو مش عايز يجازف بالباك الليفت الوحيد اللي موجود دلوقتي معاه طبعا تيو، بحس ان هو ملوش بديل، وممكن يكون بيجهز بديل في حاله ان يحصل حاجه في بقيه الادوار. بقيه اللعيبه برضه هو بيشرك مجموعه ما شاركتش اطلاقا، ويبقوا خرجوا من كاس العالم بمشاركه، يعني هي دي الفرصه الوحيده ان واحد زي صليبه مثلا من احسن المساكين في العالم دلوقتي يلعب. فرصه ان يبقى موجود اسمه اكسل دياسي ده الباك رايت، جندوزي، مواني، الناس دي عمرها ما هتلعب، وغالبا مش هستخدمهم في الباقي، زائد ان هو بيريح المجموعه اللي هي هيعتمد عليها في بقيه البطوله. فدي كانت نقطه اكيد مؤثره، ما تقللش من الفوز، بس اكيد اسهل لما تلعب فرنسا في الظروف دي. الحاجه الثانيه اللي تحسب برضو لمدرب منتخب تونس، يعني شايفها كده، هو مبدئيا ماتش استراليا اختياراته كانت شبه ماتش الدنمارك، ما كانش فيها تغييرات كبيره. التغييرات الكبيره كانت النهارده. فاختيارات السيئه في ماتش استراليا دي ما هي اللي عملت لك نتيجه كويسه في ماتش الدنمارك المفترض يعني. فالنهارده انا حسيت ان هو عايز يقول ايه، ان في مجموعه خذلتني في ماتش استراليا فعلا. لان في ناس من الاساسيين في المنتخب، يعني دراجر ده الراجل ده بيلعب على طول ما بداش. الباك ليفت اسمه علي العبدي اعتقد ما لعبش. عصام الجبالي ما بداش، مساكني ما بداش، فدول المجموعه دي ما بداتش، بدا مكانهم مجموعه مختلفه تماما، ودول كانوا من الاساسيين. علي معلول ربنا كان نافق في صورته النهارده. وعلي معلول برضو يعني ايه، برضو خدم وبرضو رتم المباراه برضو. ان هو زي ما بقول لك منتخب، يعني هو على فكره في الاخر لما رتم الماتش عالي وبدا ان هو يحصل تغييرات منتخب فرنسا، هو نزل علي العبدي وخلى معلول قدام بالمناسبه. يعني عشان انا دايما بقول انه الناس بتقول معلول وما بيلعبش، لا رتم كاس العالم معلش ما يسمحش بجد يعني. لكن هو النهارده يعني لما ما يسمحش، يعني النهارده الراجل عنده 33 سنه مثلا، مميز في حاجات معينه، مميز مثلا في العرضيات، مميز في الصناعه، بس هجوميا هل مميز في هجوميا، لكن هل ماتش الدنمارك مثلا بالسرعه اللي كان فيها ماتش الدنمارك، هل هو يعني انت قصدك تقول ان علي معلول هنا عندنا عدى داخليه، على مع احترامي طبعا لكل الانديه، عدى داخليه على المقصه على الناس دي، لكن في كاس العالم ما يستحملش مواجهه القوه والسرعه بتاعه المنتخبات الاوروبيه بشكل عام. لو مواجهه منتخب تونس يقدر ان هو الطرف الاقوى فيها، تسمح اكيد ان علي معلول يبقى صانع، يعني يخش ويبقى كمان مشارك هجوميا. لكن لو مواجهه فيها سرعات كبيره ومنتخب تونس هيبقى محتاج الناحيه البدنيه قوي زي ماتش الدنمارك مثلا، مش هتخدم وجوده. والنهارده لما حصلت التغييرات الاخيره ان مبابي وديمبلي وجريزمان والمجموعه دي نزلت في الاخر، اول تغيير كان حصل لمنتخب تونس انه نزل اللي لعب الماتشين الاولانيين علي العبد وخلى معلول في الملعب، وهو اتصاب فعلا بعدها علي معلول اتصاب كوينج يعني. فدي كانت نقط طبعا. يعني هو جلال القدري اضطر للدفع للجوء لعلي معلول النهارده، يعني شايف ان هو كان مجبر. ما اضطرش على اساس الماتش، ما تخافش هو كده كده لا خالص يعني، ما اضطرش بس كده كده انت رحت في السكه. لا لا بالعكس ما تحسبها. بص طول ما احنا مقتنعين انا ما عنديش اي مشكله. انا بقول لك علي معلول اول مباراتين ما كانش موضوع يسمح انه يلعب. النهارده منتخب فرنسا كل حاجه، بس تونس ما عندهاش دلوقتي يعني فرص غير انها تكسب. ادى فعلا ادى ده معلول. هو انا قصدي انه متطلبات الماتش هتدي المعلول اكتر، فادى المعلول ان هو يقدر يلعب الماتش كامل. طيب